خلال الفترة الأخيرة برضو بيتعرض الكثير من لاعبو النادي الأهلي لانتقادات على أدائهم، رأيك في هذا الموضوع؟ ده طبيعي جدا، بس انا ما انا في ناس عايزه تهد استقرار الفريق، دي قصه تانية. ولكن انا اللعيبه عندنا انا شايف ان هم استحملوا كتير جدا، وبشكرهم وبشكرهم على ادائهم وعلى قوتهم وقوه شخصيتهم الفتره اللي فاتت يا كابتن اسلام، لان هم خدوا بطولات في ظروف صعبه جدا. أيوه. رغم الضغط الشديد الجماهيري اللي عليهم والاعلامي اللي عليهم ان هم مش هيحققوا حاجه وان هم اقل من مستوى، بالعكس كل يوم بيثبتوا ان هم لعيبه على اعلى مستوى، لعيبه امكانياتها عاليه جدا، لعيبه ذو شخصيه عاليه جدا، كل الناس بتثبت عكس ده. اخرهم حسين الشحات مثلا، الراجل ده نال ما نال من الضغط الاعلامي والصخب الاعلامي عليه، ولكن كل مره بيثبت ان هو لعيب كفء. ايوه. ولكن هي مشكله حسين الناس بتقيمه على القيمه الماليه، مع ان القيمه الماليه اقل من كده بكتير مبدئيا يعني، ولكن الراجل بيثبت. الجون اللي جابه امبارح ما اتحسبش ده اصلا، لو اتحسب ده احسن اهداف الدوري العام. بعض الكوميكس اللي اتقالت قال لك يا جماعه طب كنتوا حسبتوا الجون ده ومشيتوا اي جون تاني. بالظبط. انا بضرب ليه المثل بحسين لان هو من اكتر الناس اللي عليها ضغط. ايوه. ولكن كل بس مره ده طبيعي يا شريف على فكره، ده طبيعي جدا. لا انت بتلعب يعني في الاخر انتقاد الجمهور ليك شيء طبيعي جدا، يعني انت المفروض يعني اللي انا فاهمه ان لعيبه النادي الاهلي ايامنا ما كانوا بيقعد الجمهور ينتقد شريف وينتقد اسلام وينتقد محمد وينتقد حتى ابو تريكه نفسه كان بيتم انتقاده، وبركات كان بيتم انتقاده، جمعه كان بيتم انتقاده، كله كله. ولكن في النهايه الناس متاكده ان انت كويس. ده حقيقي. يمكن انا بس انا بيعجبني ده، يبين لك قد ايه شخصيه اللعيبه دي قويه جدا. لما انت رغم ان انت بتلعب في نادي كبير طبيعي هتبقى في انتقاد. ايوه. هديك مثال، بص ريال مدريد، بص كم النقد. هازارد الراجل بيتصاب، ما انت لعيب ده هازارد مش عارف كل دقيقتين بيتصاب. بالظبط. هازارد ده ما اتصابش دقيقه في تشيلسي تقريبا. اول ما جه ريال مدريد على طول اصابات. يعني فيما معناه ان اللعيبه كلها في ريال مدريد او برشلونه هتلاقي نفس النقد، كم النقد، ولكن بيرجع ده لشخصيه اللعيب بقى. أيوة. لا يقدر يكمل ولا مش هيقدر يكمل. الحمد لله اللي انا شايفه محمود طاهر، محمد طاهر بيأدي مباراه على اعلى مستوى فنيا، ياسر ابراهيم على اعلى مستوى فنيا وبيساعد في الامور الهجوميه كمان، يمكن ياسر من اللعيبه اللي اتطورت جدا دفاعيا بشكل كبير جدا. ايوه. عندك علي معلول قوه شخصيه ان مضيع ضربه جزاء الماتش اللي فات وارجع احطها الماتش ده بالقوه دي والاصرار ده، وبعمل جول واعمل الثاني واعمل الثالث، راجل لعيب محترف على اعلى مستوى. هنتكلم على كل لعيب فيهم مش هنسكت. ايوه. عندهم تقييمات كبيره جدا وعندهم ثبات وشخصيه بيوديك في حته تانية خالص. حمدي فتحي رجوعه للفرقه قوي جدا. الو ديانج ده قصه لوحده خالص. ايوه. فكل اللعيبه دي عندها مستويات عاليه جدا، عندها امكانيات عاليه، عندها شخصيه. دي لعيبه النادي الاهلي الحقيقه اللي احنا بنتكلم عنها، اللي حققوا البطولات، وان شاء الله الفتره اللي جايه دي العشره باذن الله هتبقى يا رب طريق ان شاء الله. إن شاء الله.